يعني من فهمي من كلامك اللي عادة نستخدم الاصطلاحات اللاهوتية إنه هذا موقف قضائي أو قانوني أو تشريعي. أي. الإنسان أمام الله خاطئ لأنه مكتوب، الكتاب حكم ليس ولا بار ولا واحد بار، فالله حكم إنه فيش ولا بار. الاصطلاحات اللي بيستخدمها أحيانا في العهد القديم كلمة صديق أو تقي أو بار أو كاملا في بعض الشخصيات، لكن مش أمام مقياس الله. أمام الله الكل خاطئ والكل محتاج للبر يتبرر. موقف تشريعي، موقف قضائي، فأنا خاطئ فالله يحكم علي في البر أو في البراءة والتبرير. مش بس يعني مرات احنا بنقول طب ما أنا ما سرقتش فعلا، ولما بيحكم الحاكم بيقول أنت حكمت المحكمة أنك أنت بريء، بس أنا خاطئ أمام الله فالله حكم علي في البراءة لأنه خاطئ، لكن بررني بمعنى في شخص دفع الثمن وأخذ مكاني، فالله بينظر لرشا بينظر لنزار من خلال بر يسوع المسيح. هذا المفهوم القضائي.